ها هي الانطلاقة للشوط السابع. نرحب مشاهدينا الكرام أيضا بتواجد أصحاب السمو الشيوخ، حيث نرحب بسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الحاضر أيضا لمتابعة أشواط هذه الفترة المسائية. شوط انطلق مشاهدينا الكرام من رحلة أشواطنا الاثنى عشر، شوط سابع مخصص للثنايا القعدان، والكلمة للزميل أو الثنايا البكار، نعم، والكلمة للزميل محمد الصواد. شكرا للزميل سعد بن مطلع العتيبي. مشاهدينا متابعينا مستمعينا الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير وبركه. تتجدد انطلاقات المساء، منافسات الاشواط الرئيسيه في هذا الكرنفال الختامي الكبير الذي نشهد ايامه ايضا ومنافساته على ارضيه ميدان الشحانيه. مشاهدينا متابعينا الكرام، اعلنت انطلاقتي سابع اشواطنا في هذا المساء. اسير مع البدايه اتابع البدايه والصداره هناك واول المراكز مع مرموقه على مقدمه الشوط لهجن العاصفه بمتابعه حمد بن راشد بن غدير على البدايه وعلى الصداره وثاني المراكز. ثاني المراكز اتابع شناح هنا قادمه في ثاني المراكز لهجن الشحانيه بمتابعه سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وثالث الاسماء. اتابع القادمه هناك وصلت ابعاد هناك مع ثالث المراكز لهجن الشحانيه بمتابعه جابر بن سالم بن فاران هنا مع ثالث المراكز. رابع الاسماء هنا القدوم من شقره لسمو الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم سيف بخلفان بن سيف الغويص السويدي يتابعها هنا في هذا الانطلاق مع رابع المراكز. وخامسا اتابع مشكوره بشعار هجن الرئاسه هنا قادمه في خامس المراكز بمتابعه علي بن جميل الوهيبي. هكذا النداء مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الاولى المنطلقه معنا في هذا الشوط. هناك بي ام دبليو في الانتظار للفايز بالمركز الاول في تحديات الكبار في انطلاقات الكبار. هنا الثمانية كيلومترات الحاضرة مع هذه السلالات العربية الأصيلة تنطلق بكل قوة بكل أريحية مع هذه المسافة الطويلة. ولكن أعود إلى البداية. هناك الصدارة أبعاد والقريبين الله يا أبعاد هناك على مقدمة الشوط هناك مع البداية لهجن الشحانية لهذا الشعار العنابي الأدعم. هنا ينطلق بالبداية بالصدارة الله بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران هنا يتابع أبعاد على مقدمة الشوط على البداية والصدارة. ولكن أتابع شناح قادمة مع ثاني المراكز لهجن الشحانية بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هنا قادم مع ثاني المراكز. وثالث الأسماء وصلت شقرة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم هنا مع ثالث المراكز سيب خلفان الغويص السويدي يتابع شقرة مع ثالث المراكز. ولكن القادمة هنا مع رابع الأسماء وصلت مشكورة دائما هذا الاسم ما يرتبط أيضا مع شعار هجن الرئاسة مشكورة هنا مع رابع المراكز بمتابعة الظافر علي بن جميل الوهيبي هنا قادم مع رابع المراكز. وخامسا مرموقة هنا قادمة لهجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بمتابعة الواثق حمد بن راشد بن غدير هنا قادمة مع خامس المراكز. هكذا النداء
متابعين الكرام مشاهدين الأفاضل للخمس المراكز الأولى أذعناها على مسامعكم بانطلاقات الكبار بهذه المنافسات القوية. ولكن العودة مع البداية، العودة هناك مع الصدارة وانطلاقة أبعاد، أبعاد على مقدمة الشوط. الله يا أبعاد هنا لهجن الشحانية بمتابعة الشبل، ركز وتابع هناك البداية ومقدمة الشوط. جابر بن سالم بن جابر بن فاران هنا يتابع أبعاد على مقدمة الشوط، ولكن شقرة من الجانب الآخر هناك أيضا بدأت بالاقتراب لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، سيب خلفان بن سيف الغويس السويدي يتابع شقرة، ولكن بدأت التحركات من خلال تواجدي مشكورة مع ثاني المراكز تغير وتنطلق. مشاهدين الكرام انتصفت المسافة، مشكورة قادمة هناك إلى البداية تغير وتنطلق لهجن الرئاسة بمتابعة الظافر علي بن جميل الوهيبي، هناك مشكورة انطلقت إلى الصدارة، ولكن أتابع شناح هناك تراقب الموقف هناك مع رابع المراكز لهجن الشحانية بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هناك مع رابع المراكز. ولكن الله يا مرموقة خامسا في هذه اللحظات لهجن العاصفة متابعة الواثق حمد بن راشد بن غدير. متابعين الكرام هكذا النداء، هكذا الأسماء المنطلقة معنا في هذا التحدي. بدأنا بالاقتراب والانعطاف، ولكن هناك البداية مع مشكورة على مقدمة الشوط لهجن الرئاسة. الله يا مشكورة هناك مع الظافر علي بن جميل الوهيبي أيضا مشكورة، بدأت أيضا بالانطلاق. ولكن شوف الأسماء، شناح هنا قادمة من الجانب الآخر لهجن الشحانية بمتابعة العملاق. الله يا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هناك قادمة شناح ومشكورة، انطلاق ثنائي على البداية وعلى الصدارة. ولكن أبعاد هنا تراقب الموقف من خلال هذه اللحظات وانطلاقها مع ثالث المراكز لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران. ولكن شقرة هناك مع رابع المراكز سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، سيب بن خلفان الغويس السويدي يتابعها. مرموقة هناك خامسا في هذه اللحظات لهجن العاصفة بمتابعة الواثق حمد بن راشد بن غدير. الله يا الأسماء. ولكن أعود إلى البداية، أعود إلى المسار الأول هناك وانطلاقتي مشكورة على مقدمة الشوط. الله هجن الرئاسة هناك مع البداية مع الصدارة مع مشكورة. الله يا الظافر علي بن جميل الوهيبي هناك مع البداية والصدارة، ولكن شناح هناك قادمة مع ثاني المراكز بالمتابعة بالانطلاق لهجن الشحانية بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن الله أبعاد هنا تراقب الموقف مع ثالث المراكز لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران. ولكن شقرة رابعا في هذه اللحظات لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، سيب الخلفان بن سيف بالغويس السويدي. ولكن مرموقة قادمة مشاهدين الكرام في هذه اللحظات لهجن العاصفة. تحركت مرموقة وصلت العاصفة وهجنها من خلال هذه اللحظات وانطلاقتي مرموقة مع رابع المراكز. وصل الواثق حمد بن راشد بن غدير هنا قادم مع مرموقة، وصلت الأسماء، بدأ الهجوم هناك وأول القادمات وصول وانطلاق من حذاري لهجن الرئاسة. راشد بن بخيت بن مقارع يصل في هذه اللحظات، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط. الله
الله يا مشكورة، مشكورة على مقدمة الشوط، على البداية، على الصدارة الهجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي. ولكن شناح، شناح هناك أيضا من تلازم على البداية، من تلازم على الصدارة لهجن الشحانية بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. بدأنا بالتحرك، بدأنا بالانطلاق، الله الله، أبعاد قادمة وهناك مرموقة، الله 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 يا هذه الأسماء وهذا الانطلاق القوي هنا مع البداية. أعود إلى مقدمة الشوط، الله هي الصدارة مع شناح، الكيلو الأخير هنا افتتحناه في هذه اللحظات مع انطلاقة شناح لهجن الشحانية. الله يا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن مشكورة لهجن الرئاسة هناك الظافر علي بن جميل الوهيبي. ولكن القادمة في هذه اللحظات أتابع أبعاد لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فراس، ولكن وصلت شقرة، وصلت شقرة هجن الرئاسة هناك قادمة مع شقرة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، ولكن أعود، الله يا شناح، شناح على مقدمة الشوط هناك على البداية على الانطلاق، ولكن الخطورة من الرئاسة وهجنها. وصلت مشكورة، مشكورة هنا وشناح، انطلاق أيضا أخير خط النهاية هنا أيضا قادمة مشكورة، وهناك شقرة، ولكن مشكورة لهجن الرئاسة تنتزع البداية، تنتزع الصدارة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي مع اللحظات الأخيرة. خط النهاية مع مشكورة هناك رئاسية هنا مع مشكورة، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة على هذا الفوز، على هذا الانتصار هنا مع مشكورة، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة. والثانية للظافر علي بن جميل الوهيبي، ثاني المراكز كان الوصول من شناح لهجن الشحانية، وثالثا كان الوصول من أبعاد لهجن الشحانية، ورابع المراكز كان الوصول من شقرة لهجن الرئاسة، وخامسا حذاري لهجن الرئاسة. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة مع فوز مشكورة وانتصارها في هذا الشوط. نتابع أيضا مشكورة مشاهدينا متابعينا الكرام ولحظات وصولها إلى خط النهاية، معلنة الفوز والناموس والانتصار مع أيضا قناة الريان. نتابع أيضا هذه الأحداث وهذه المجريات هنا، مشكورة ولحظة وصولها إلى خط النهاية، 12 دقيقة 28 ثانية وتسع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والتهنية للظافر علي بن جميل الوهيبي. وصلت شناح مع ثاني المراكز بتوقيت 12 دقيقة 30 ثانية وثلاثا من الأجزاء، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنية للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ثالثا كان الوصول من أبعاد 12 دقيقة و30 ثانية وثمان أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنية للشبل جابر بن سالم بن فاران. هكذا كانت النتيجة متابعينا الكرام، تهانينا والناموس.